بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو الدرس العاشر من سلسلة أعراض العلم الأعراض، وهو الدرس الأول في باب أعراض إصابة السحر. أعراض السحر، قلت في المتن أو في النظم: للسحر أعراض تظهر كسائر الأمراض لما تخطر، قرائن بها عليه نستدل، في تشخيصنا بالعلاج نمتثل، والأعراض تعرف باستقراء كألم الصداع والبكاء، والغثيان كذاك القيء، والصرع كذا التجشؤ، سواد الوجه وأن ينطقا، الخادم للسحر في الرقى، وألم أسفل الظهر والمعدة، أو تعطل في الحواس كالسمع والرؤية، كذا الوخز يأتي حينا بعد حين، كذا الإحساس بالتقطيع كالسكين، تساقط للشعر يكثر، وما ليس في تفسيره للطب يظهر، وخاصة لما المسحور يعثر على شيء مما كان منه يسحر، كطلسم وأحرز وأحجبة، أو أثر لرش أو أتربة، أو أثر لرش أتربة، أو بيض نيء قد كسر، أو قفل أو مسامر أو قذر، وفي الرؤى عن ذاك أخبرا، وخاصة إن كررا معناه قررا، أو كتابة في صورة أو عثر على جزء زاحف أو طير أو شعر، كتربة النمل أو المقابر، وعتبة الأبواب رشها من ساحر، وعدم استجابة الأمراض للدواء، وما لم يجد تفسيرا للطب من أدواء، أو روائح بالجسم تكره من عرق أو نفس وحوله، أو روائح كأنها الكبريت مهملا لمظهر تفويت. إذن نكتفي بهذا القدر من الأعراض التي ذكرناها. فالمتن: للسحر أعراض تظهر كسائر الأمراض لما تخطر. فالسحر يعد مرضا، فالسحر يعد مرض من الأمراض، إلا أنه يصنف من الأمراض الروحية، يعد من الأمراض الروحية. فالمسحور يعد مطبوبا ويعد مصابا، مصاب بالإصابة، وهذه الإصابة هي إصابة روحية. والإصابة والمرض عموما، والإصابة إذا ما تعرض لها المصاب ستظهر عليه وعلى جسده وعلى ملامحه وعلى سلوكه أعراض، إلا أننا من خلال منهجيتنا ومن خلال يعني مدرستنا ومن خلال يعني طريقتنا في التشخيص والعلاج، أننا نركز على الأعراض الرئيسية، وهي تلك الأعراض التي تظهر والتغيرات التي تظهر على الجسد، ولذلك نحن سميناها أعراض رئيسية، ولأن الأعراض السلوكية هي أعراض غير رئيسية، وتشترك فيها إصابات أخرى مثل الإصابة النفسية أو الإصابة العضوية أو بعض الإصابات الأخرى. لذلك نحن دائما نركز على الأعراض الرئيسية التي تختص بمرض من الأمراض التي نقصد بها
الأمراض الروحية مثل إصابة العين، إصابة السحر، أو إصابة الحسد، أو إصابة تسلط القارين، أو إصابة المس. نعم، قلنا كسائر الأمراض لما تخطر قرائن بها عليه نستدل في تشخيصنا بالعلاج نمتثل. فهي هذه الأعراض لما تجتمع تعد بمثابة القرائن وبمثابة الأدلة المنطقية والأدلة الحسية والأدلة المشاهدة التي يمكن من خلالها أن يشخص المشخص والمعالج على أن الحالة تعد كذا والإصابة كذا، وبالتالي من خلال ذلك التشخيص يمكنه أن يبني الخطة العلاجية، ويمكنه كذلك أن يركز على قلع ذلك، وبالتالي يسهل ويسرع في وتيرة الاستشفاء والعلاج بإذن الله رب الأرض والسماء. إذن في تشخيصنا بالعلاج نمتثل على وفق ما بناه المشخص من ذلك التشخيص. والأعراض تعرف باستقراء، فهذه العلوم علم الأعراض وهذا الذي ذكرناه، هذه الأعراض التي نحن الآن بصدد ذكرها وقد ذكرناها على وجه العموم عبر نظمنا، صراحة يعني الكثير من الرقاة حتى البعض منهم ربما يشار لهم بالبنان لو سئلوا سؤالا عن ذكر أعراض إصابة السعر ربما لعجز عن ذكر هذه الأعراض وهذه القرائن القوية الدالة على إصابة السحر. فالكثير من الرقاة والكثير من المعالجين ربما يجهلون هذا العلم، هذا العلم رغم أنه نصب نفسه أن يكون راقيا ومعالجا، إلا أنه جاهل مثل هذا العلم الذي لا بد أن يتعلمه. فالطبيب العام يتعلم علم الأعراض للإصابات، وعلى الراقي يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، ومن تطبب فهو ضامن، فما دام نصب نفسه أنه راقي لا بد أن يتعلم. لا نقول أن الرقاة لا يعرفون علم الأعراض، حاشا والإلا، ولكن البعض منهم يخلط بين الأعراض الرئيسية والأعراض السلوكية ولا يمكنه أن يفرق بين هذا وذاك. ونحن هنا عبر منهجيتنا ذكرنا أهم الأعراض، وهي بفضل الله تعالى كما يعني سوف نذكرها يعني واحدا تلو الآخر وقارينة تلو الأخرى. وهذه الأعراض إنما تعرف عبر التتبع والاستقراء، إنما تعرف عبر التتبع والاستقراء. فلما يعني الراقي والمعالج تأتيه حالة ثم أخرى، وهذه الحالة يجد فيها مثلا صداع، والآخر يجد منه بكاء، وكذلك ما يحس منه المصاب كذا وكذا، من خلال يعني الجمع والتقصي وتتبع الحالات يعني والرقاة يعني على وجه العموم، وأجيال جيلا بعد جيل استتب عند الرقاة على أن مثل هذه الأعراض إذا ما توفرت هي علامة ودلالة واضحة وبينة على أن هذا الشخص مصاب بإصابة سحر. وكذلك كثير من العلوم إنما أسست وبنيت وجمعت وذكرت قواعدها وأسسها عبر منهجية التتبع والاستقراء، كما هو الحال في علوم اللغة العربية وعلم المنطق وكذلك أصول الفقه وغير ذلك. إذن كألم الصداع والبكاء، فلعل من أهم الأعراض الرئيسية لإصابة السحر إصابة الصداع. فالصداع سواء الصداع الكلي أو الصداع الجزئي هو يعد قرينة أساسية وقرينة رئيسية وقرينة قوية
لإصابة السعر، ونقصد بذلك الصداع الدائم. أما الصداع الذي يعرض للشخص بسبب مثلا قلة النوم أو بسبب تعرضه للزكام أو مرض معين، إذا ما تعاطى المسكن يذهب عنه، فهذا لا يبنى عليه التشخيص. وإنما المعتمد والذي يبنى عليه التشخيص ذلك الصداع القوي الذي لا يذهب حتى بعقاقير الدواء وحتى بمسكن الألم، وربما ذهب ثم رجع مباشرة. فكألم الصداع والبكاء، كذلك بعض المصابين بإصابة السعر قد نجد منهم يعني بكاء، قد يظهر أحيانا بكاء لا إرادي، خاصة أثناء جلسة العلاج والرقية. كما أن البعض قد يظهر الضحك لا إرادي، ضحك لا إرادي، هذا الضحك يكون لا إرادي أو بكاء لا إرادي، أو تغير أو تشنجات في ملامح الجسد والوجه يعني، وتكون لا إرادية وخاصة في الشق الأيسر من جسده. والغثيان كذاك القيء، رغم أن الغثيان والقيء يعد من أعراض إصابة الحسد، وأن السعر في غالب الأحيان إنما يجي مسحور غالبا أو كثير من الأحيان يجد صعوبة في القيء، إلا أننا هنا قد أدرجناه بسبب بعض التغيرات الكيميائية في الجسد، ولذلك يدرج من خلال ما يتوفر من باقي القرائن، فيمكن أن نحكم أن هذا الغثيان يكون بسبب إصابة السعر، وذاك الغثيان إنما يكون بسبب إصابة الحسد، لأنه يعني هذا الغثيان يعني جاءت معه قرائن أخرى هي من قرائن إصابة الحسد، فمن خلال اجتماعها يمكن أن نحكم أن هذه إصابة حسد. أما إذا ورد الغثيان مع الصداع ومع باقي أعراض إصابة السعر، هنا يمكن أن نشخص ونقول أن هذا الغثيان هو بسبب إصابة السعر، وأنه يصنف ويعد من أعراض إصابة السعر. والصرع كذاك كذا التجشؤ، إذن فالصرع، ونقصد بالصرع الروحي. أما الصرع الطبي الذي يكون مصحوب برغوة تخرج من فم المصاب بسبب كثرة البلغم، فهذا لا يعد من علامات إصابة السحر، إلا أن المسحور ربما قد تضرب كيمياء جسده، يتعرض كذلك حتى لهذا النوع الصرع الطبي أو الروحي، وكلاهما يتاح للراقي ويمكنه أن يعالجهما، يعالج بالرقية وبالوصفات. يمكننا أن نعالج الصرع الذي يكون بسبب الإصابة الروحية وبسبب الصرع الطبي بسبب طغيان في الأخلاط، وخاصة إذا كان هذا المعالج مطلعا على علم الأخلاط والأمزجة، ويعرف العلاجات والوصفات التي يمكنه من خلالها قلع وسحب ويعني ذلك البلغم الذي المتمركز في الدماغ أو في الجيوب الأنفية أو في الصدر، أو كيف يمكنه كذلك أن يعدل المزاج حتى يعني تتعافى الحالة، وحتى تشفى، وحتى يذهب عنه مثل هذا الصرع والفالج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تصيب العقل وتصيب الدماغ والجهاز العصبي. قلنا والصرع الذي نقصده هنا هو الصرع خاصة بسبب إصابة المس، فالسحر في المسحور غالبا يكون السحر يخدمه خادم سحر، هذا الخادم للسحر غالبا يتلبس جسد المصاب. فما دام هذا الشخص يصرع ويصاب بالصرع وعنده بعض قرائن وأدلة لإصابة السحر، يمكن أن نحكم أن هذا الشخص أنه مسحور، وأن هذا المس هو خادم للسحر. كذا التجشؤ، فالتجشؤ وهو يعني التجشؤ هي غازات تخرج من فوهة المعدة، ويعني مثل ما نقول نحن بالدرجة الجزائرية تقرع، يعني يتقرع. هذا التجشؤ هذا الذي يحدث للشخص بكثرة خاصة أثناء الرقية أو عند تهيج الإصابة، هذا يعد من قرائن إصابة السحر القديم، وسوف نتكلم عنه على وجه التفصيل عبر هذا النظم. كذلك سواد الوجه وأن ينطق
الخادم للسحر في الرقى، كذلك سواد الوجه وأن ينطق العارض، نطق العارض أثناء الرقية، وأنه يعني تعذر عليه الخروج، وأنه مربوط بإصابة السحر بمادة السحر، أو أن حراس السحر يهددونه، وغير ذلك من تلك الافتراءات أو المزاعم التي يزعمها هذا العارض على لسان المسحور وللسان المصاب. هنا يمكن أن كذلك أن نزيد أو نعضد القرائن ونقوي يعني الحجج حتى يستتب للمشخص أن يحكم على الحالة أنها إصابة سحر، خاصة إذا كانت مصحوبة بسواد الوجه. فإصابة السحر تسبب سواد في الوجه وتغير في بعض ملامح الوجه، ولذلك لما نعطي المصاب وصفة استفراغ ويتقيأ، بعد ذلك نلاحظ جليا إشراق الوجه، نلاحظ أن وجه هذا الذي قمنا برقيته وعلاجه وأعطيناه وصفة استفراغ، بعدما تقلع مادة السحر، بعدما يستفرغ مادة السحر، فإن وجهه يشرق، نرى فيه نورا وإشراقا وبهاء، وذلك السواد الذي يكسو وجهه نلاحظ أنه ذهب عنه. وكذلك كما قلنا، وإن ينطق الخادم للسحر في الرقى ألم أسفل الظهر، خاصة السحر القديم يسبب ألم في الظهر، سحر جديد قد يسبب صداع، أما السحر القديم يسبب ألم في الظهر، وبعض الأسحار تسبب ألم في الظهر ومشاكل في المعدة وكذلك صداع. والأسحار الترابية عموما، أو الأسحار التي يعني بنيت على أساس طبع البرودة واليبوسة، التي لا علاقة بالتراب أو تربة المقابر أو تربة النمل أو غير ذلك، تسبب ألما في الظهر، أو المدفونة عند عتبة البيت أو في المقابر أو غير ذلك، وخاصة يوم الجمعة ولها ارتباط قوي بعجب الذنب. إذن وكذلك المعدة، دائما المصاب بالسحر نجد المعدة مهتكة وتصيبها تقرحات أو غازات أو متلبكات أو مشاكل. أو كذلك بعض المصابين بإصابة السحر يجدون كذلك تعطل في الحواس، مثل السمع أو الرؤية، والتعطل يكون يعني مفاجئا، أو يذهب مرة ويرجع مرة أخرى. كذا الوخز يأتي حينا بعد حين، كذلك الوخز، المصاب بالسحر، السحر دائما يعطي الوخز، فهو من جنسي كأن من جنسي الذي عمل منه، فهو يعطي ذلك الوخز، لأن غالبا الأسحار إنما تصنع بالإبر والدبابيس والمسامير، وتصنع بالأقفال وغير ذلك، وبالتالي وفيها عقد، لذلك تلك العقد خاصة في المناطق التي تتمركز فيها المادة ومادة ربط السحر تسبب لنا وخزا، سواء كان دائما أو كان حينا بعد حين. كذا الإحساس بالتقطيع كالسكين، كذلك المصاب بإصابة السحر الألم الذي يكون في الجسد يظهر وكأنه تقطيع، مثل تقطيع السكاكين، تقطيع مثل تقطيع السكاكين. إذن هذا من أعراض إصابة السحر. ومن أعراض إصابة السحر كذلك تساقط الشعر، فهو يكثر، يجد يعني كثرة تساقط الشعر وربما الصلع، والبعض يعني نجد عندهم حتى الصلع الوراثي، البعض منهم يظن أن هذا وراثي، وإنما هي الإصابة وراثية بحد ذاتها، ولا شك أن تساقط الشعر يكون بسبب نقص بعض الفيتامينات أو تغير في بعض الهرمونات في الجسد أو وظائف الجسد، ولكن السحر هو المسبب لذلك كله، وما ليس في تفسيره للطب يظهر. أحيانا تظهر بعض الأمراض وبعض التغيرات في ملامح الجسد لا يجد لها الطب تفسيرا، رغم تقدمه وتطوره، إلا أن هذا يعد من أعراض إصابة السحر، وخاصة لما المسحور يعثر على شيء مما كان منه يسحر. إذن ولعل من أكبر القرائن ومن أبرز القرائن التي لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها كبشان، وهي مسألة أن الشخص لما يجد يعني أسحار
إما في البيت أو أنها في مقابر أو في مكان من الأم أو في صور صورته مسحور فيها شيء، أو يجد يعني سحر مرشوش عند عتبة البيت أو دبابيس أو غير ذلك من الأسحار أو خيرز أو غير ذلك. فهذا الشخص ما دام أنه وجد السحر ثم بعد ذلك تظهر عليه الأعراض، ورغم ذلك نجده متردد ويشك هل به إصابة سحر، رغم ما يشكو منه من أعراض رئيسية وأساسية كما قلنا، ورغم أنه وجد تلك الأسحار وربما قام بحرقها جهلا منه، يظن أنه لما يأخذ يحرقها أو يرميها يعني مباشرة تبطل، ولكن ثمة وليست تلك الطريقة الصحيحة لإبطال السحر. رغم أنه وجد الأسحار عند عتبة بيته أو في صوره أو في أماكن من الأماكن في مكان من الأماكن، إلا أنه كأنه يشك هل به إصابة سحر. فلعل وجوده للسحر يعد من أكبر القرائن ومن أقوى القرائن ومن أدل القرائن ومن أبين الأدلة التي أن بهذا الشخص إصابة سحر، وعليه أن يهرع للرقية والعلاج ولا يشك في ذلك أبدا. نكتفي بهذا القدر إخواني الكرام، ونواصل إن شاء الله سلسلة ذكر أعراض إصابة السحر، لا تزال متواصلة ومتسلسلة كعادتنا ومثل المنهجية التي ذكرناها. وإن شاء الله تعالى بعد الفراغ من ذكر أعراض إصابة السحر نتكلم كذلك عن علوم السحر. فمن باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نتكلم عن علم الحرف وعن علوم التنجيم وعن علم يعني الخانات، عن علم الأحرف والطلاسم وكيف يتم ذلك وما هي شروطهم في ذلك وما هي أقسام السحر إلى غير ذلك من تلك القوانين ومن تلك الأسس التي يبنى عليها السحر، حتى يعني نجتنب ذلك ونحذر من ذلك. نتكلم عن علم الأوفاق ونبين أنها من السحر، لأن ربما البعض من الناس يعني روجوا لها على أنها ليست من السحر، والبعض منهم قد وقع في أشراكها وفي أوحالها، لذلك كان من الواجب منا أن نبين أنها من علوم السحر وأنها من الباطل وأنها من الضلال، وأننا يجب أن نحذر من ذلك، وأن كل شخص يبدر منه مثل هذه العلوم ومثل هذه المفاهيم أنه يصنف مباشرة على أنه ساحر ويحذر منه، ولا كرامة له ولا كرامة له عندنا أبدا. بارك الله فيكم. نختم بهذا المقال، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.